مرحب بحضراتكم مرة أخيرة مشاهدينا، وده معادنا مع آخر فقرة في حلقتنا النهاردة، ولسه مستمرين في احتفالاتنا مع حضراتكم بمناسبة الذكرى 70 لعيد الشرطة وطبعا ثورة 25 يناير. احنا معانا عبر ماسنجر سيادة اللواء أسامة الطويل مساعد وزير الداخلية الأسبق. صباح الخير سيادة اللواء، وكل سنة وحضرتك طيب في البداية. صباح الخير يا فندم عليك وعلى السادة المشاهدين، وكل سنة وطيبين جميعا. أهلا بحضرتك سيادة اللواء. يعني هنتكلم مع حضرتك طبعا بشكل تفصيلي عن دور الشرطة في مواجهة الإرهاب، بس نرجع للتاريخ من الأول، نتكلم عن ملحمة الإسماعيلية في 25 يناير 1952. يعني لماذا اختارتها وزارة الداخلية لعيد الشرطة، رغم طبعا أن في بطولات عديدة لعيد الشرطة؟ ولا يا فندم، عيد الشرطة في إسماعيلية سنة 1952 وكان مثالا لتجسيد التضحية والفداء وتلاحم الشرطة مع الشعب في مواجهة الاحتلال الإنجليزي، وإصرار رجال الشرطة على الفداء بأرواحهم وعدم التسليم للإنجليز في تسليم مقر المحافظة لهم. وطلع يعني ذلك النداء كان القائد الإنجليزي شعر بالفخر بهؤلاء القوات التي يواجهون قوة غاشمة مع أحدث الأسلحة، بأسلحة بدائية بسيطة، أسلحة أنفيلد. وأفهموا القائد أن لن نخرج إلا جثثا ولن نسلم هذا المكان، لدرجة أنه هو من ضمن الملحمة أن القائد الإنجليزي أمر قواته بالاصطفاف لتحية هؤلاء الجنود وهؤلاء الضباط الفدائيين الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيل رفقة الوطن. وهذا هو تجسيد للشرطة مع الشعب وتلاحمها مع الشعب. صحيح. في حفظ البلاد يعني. صحيح. فمن هذا المنطلق يعني النهاردة لما أجد أن شرطة وشعب فدائيين يدفعوا عن الوطن بأرواحهم ودمائهم، فهل هذا لا يمثل عيدا بالنسبة لنا؟ إنه يمثل لنا بداية أعيادنا على مر الفترات القادمة، وأن بالرغم من هناك تضحيات كثيرة، لأن دي عهد الشرطة بالشعب وبالقيادة أن تكون فداء للوطن وحصنا للوطن. طب نرجع مع حضرتك بالتاريخ وبالزمن ونحكي الحكاية، يعني نرجع نتكلم عن سنة 52 وإيه اللي حصل يوم 25 يناير 1952، ونتكلم كمان مع حضرتك سيادة اللواء عن يعني لماذا كانت قوات الاحتلال مصرة على إخلاء مبنى محافظة الإسماعيلية وقسم شرطة الإسماعيلية. وطبعا الاحتلال الإنجليزي استشعر أن القوات الموجودة في المحافظة لتدعم الفدائيين في المنطقة، ولذلك تقامر القائد الإنجليزي من السيد المقدم أنور العبد ضابط اتصال تسليم المبنى للاحتلال، وإلا يتم دكه بالمدافع. ورفض الضابط الاتصال، والمفهوم النقيب مصطفى رفعت أفهمه أننا لن نخرج إلا جثثا ولن لن نخرج إلا جثثا وإذا أمكن هذا، لكن ندافع عن المبنى وندافع عن بلدنا بكل ما نملك. وده يعتبر إن إحنا يعني ناس بسطاء معهم أسلحة لأنفيلد تقاوم أسلحة كبيرة، دليل على إيمان بالوطن يا فندم. يعني النهاردة ما يكون إنسان مؤمن بقضيته ومؤمن بوطنه ومستعد يدافع عنها بما يملكه، بما بأغلى ما يملكه هو دمه. صحيح. فلذلك يعني لدرجة أن القائد نفسه أبهر بهذا التضحية وهذا الفداء، وأمر جنوده بتحية جميع القوات، تحيتهم جميعا لأنهم كانوا بواسل. طب نعرف على مر العصور أبنائنا برضك. سيادة اللواء بعد إيه يعني بعد قطع كلام حضرتك، عايز أعرف من حضرتك من هو وزير الداخلية اللي كان موجود في ذلك التوقيت والحكومة بشكل عام؟ هو كان السيد فؤاد سراج الدين كان وزير الداخلية آنذاك. هو طلبه ضابط الاتصال، طلبه قال له فندم في كذا كذا كذا، هم طالبين مننا نسلم المحافظة. فهو فسأل الوزير طلب، قال له يعني طب ايه ردكم؟ قال له ردنا ان احنا لن نستسلم اطلاقا، قال له توكلوا على بركة الله. يعني دليل على ان تلاحم ضابط مع قيادته مع وزيره مع شعبه ده حاجة يعني
لا يعتبر مثال للتضحية والفداء المجسد لحب الوطن. حقيقة سيادة اللواء. طيب أنا هروح مع حضرتك سيادة اللواء لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودايما بيحرص سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هو يعني يحضر الاحتفالات ويكرم أهالي الشهداء كمان. نتكلم عن أهمية يعني اهتمام الرئيس بهذا الاحتفال. أولا السيد الرئيس يعني كان من ضمن ملفات الهم أمام سيادته عندما تولى المسؤولية ملف الأمن، لأن ملف الأمن ده يعتبر هو ملف الاستقرار، يعني هو ملف الاقتصاد، ملف الاستثمار، ملف محافظة على كيان الدولة كويس. فالسيد الرئيس دعم الشرطة بكل اللوجستيات اللي فقدت في أحداث 25 يناير، ودعمها ماديا ومعنويا ولوجستيا حيث تكون قادرة على مواجهة كافة التحديات المتنوعة التي تواجهها. والسيد الرئيس حريص حرصا تاما على دعم الشرطة وتتويج احتفالاتها بحضوره وتكريم شهدائها وتكريم المتميزين من أبنائها وتقديم كل وسائل الدعم لهذا الجهاز الوطني المتميز الذي يعي دوره في تلك المرحلة. صحيح. طب نقدر نقول يا سيادة اللواء يعني الدعم ده يعني انعكس على أداء الشرطة بنسبة قد إيه؟ وطبعا ده مع على عبر التاريخ أو على مدار السنين بعد ثورة 25 يناير 2011. طبعا يا فندم الدعم ده طبعا تمثل في إن طبعا إن إحنا تم استعواض ما تم فقده من آليات في أحداث 25 يناير. نعم. والدولة كانت حريصة على إعادة تقوية الدولة بشكل محافظة على مقدراتها، والحمد لله إن إحنا يعني استعدنا جميع قوتنا وجميع أجهزتنا وجميع معنويات أبنائنا من الضباط والأفراد، حيث إن إحنا الحمد لله أصبحنا نواجه كل التحديات بكل قوة إيمانا بقضيتنا وإيمانا بوطننا. صح. طيب احنا بنشوف سيادة اللواء كل يوم تقريبا ضربات استباقية، ويعني دور كبير بتقوم بيه رجال الشرطة في التوقيت اللي احنا فيه ده، وطبعا مواجهة وضحر الإرهاب عشان نوصل للأمن والاستقرار اللي احنا وصلنا له دلوقتي. نتكلم مع حضرتك طبعا عن دور رجال الشرطة في مكافحة الجريمة. يا فندم بفضل الله تعالى تعافت جميع أجهزة الشرطة وأصبحت جميع مأموريتها مأموريات استباقية وليست استباقية، بمعنى أننا البادئ بالعمل وأننا عندي مما توفر لدي من معلومات بأقوم بتجهيز المأموريات اللازمة والإجهاز على أي شيء مخالف للقانون يعني. فهذه الضربات الاستباقية بتفقد الخصم توازنه ايا كانت قوته كويس، بحيث ان احنا نفضل اداه الطوله في هذا المجال. جميع اجهزه الشرطه بتعمل على حفظ الامن والنظام، سواء كان في الامن الجنائي، سواء كان في الامن السياسي او في الامن المجتمعي. كل جهاز من اجهزه الشرطه بتعمل في اطار توجهات السيد رئيس الجمهوريه وتنفيذا لتوجهات السيد الوزير، بحيث ان هي نحافظ على الأمن بشقيه الجنائي والسياسي. طيب أنا هاخد من خبرة حضرتك طبعا ونتكلم على روح الغرس الانتماء والوطنية عند ولادنا. إزاي نقدر نعمل ده في التوقيت الحالي مع طبعا يعني انتشار السوشيال ميديا والشباب كلها منشغلة بهذا الإطار؟ إزاي نقدر ننمي روح الوطنية عند ولادنا عشان يقدروا أو يطلعوا فاهمين قد إيه الوطن ده مهم؟ أولا لازم أنا أقول شبابنا، ما هو الشبابنا من الضباط هم شريحة من شريحة المجتمع. نعم. وهم قدوة للشباب وكل الجامعات وكل شيء يعني. النهاردة ضباطنا بتتهافت على التواجد في سيناء للتضحية بأنفسها، يعني ديت يعني لإيمانه بقضية الوطن. يعني النهاردة الضباط بيتصارعوا للشهادة من أجل الحفاظ على الوطن. صحيح. فالنهاردة لازم أقول لشبابنا إن وطننا ده أغلى حاجة عندنا، بنقدم له الغالي والنفيس عشان محافظة على الوطن، إننا أي إنسان بدون وطن لا قيمة له، لكن الوطن هو القيمة الحقيقية
وهو فوق الجميع، الوطن فوق الجميع في هذه البلاد يعني. طب ازاي نقدم الدعم احنا كمواطنين مصريين، اللي طبعا الشرطه زي ما حضرتك ذكرت ان هي اخواتنا واولادنا، يعني فكره ان نقدم لهم الدعم ازاي علشان يقدروا يواجهوا اي صعوبات ويعني مواجهات بيقوموا بيها او بيمروا بيها، خصوصا طبعا بنتابع كمان سياده اللواء القنوات المعاديه ان هي بتبث طبعا الكثير من الشائعات والاكاذيب اللي البعض بيصدقها. شوف فندم، اولا ابنائنا من الشباب لابد ان يعرفوا ان احنا جميعا ابناء هذا الوطن. نعم. وكلنا بنستظل بهذا الوطن ونعيش في خيرات هذا الوطن. النهارده اللي عندنا اللي احنا عندنا في يعني عندنا خط استراتيجي في الوزاره هو حسن معامله المواطنين وحسن التعاون مع كافة الإمداد والأداء المتميز. السيد الرئيس دائما يركز على حتة أن تكون الشرطة واعية بدورها في تلك المرحلة، إن هي مرحلة تحول اقتصادي، مرحلة بناء دولة جديدة، لابد إن احنا نكون ماشيين مع هذا التطور. وشبابنا لازم يعرف إن احنا شريحة من المجتمع، لازم يساعدنا علشان حفظ النظام، طالما ان احنا بننفذ القانون وبننفذ كل ما هو صالح للبلاد. فالنهارده لان ذلك الدوله بدات ان هي تعمل المسلسلات اللي هي تفضح الخارجين على القانون وتفضح المتشددين تفضح الاخوان المسلمين في تصرفاتهم والجماعات الارهابيه، كل هذا الكلام لتبصره وزياده الوعي لدى الشباب في 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 فهم الامور على طبيعتها دون ان ياخذوا من الظاهر. فالمسلسلات الوطنيه ديت برضك لها دور كبير جدا في ابراز الدور الوطني لكل من القوات المسلحه والشرطه وكل من هو شريف في هذه البلاد، فبحيث ان هم يتبصروا ويكونوا قدوه للعطاء والفداء في كل شيء، وانهم برضك ان امثالهم بيقوموا باعمال بطوليه سيسجلها التاريخ بدمائهم. هم طبعا اللي ما ندعم بهم من استقرار من دماء هؤلاء الشهداء وابنائنا جميعا سواء كان شهيدا او مصابا. ذلك هو حرص السيد الرئيس على تكريم اسر الشهداء وتكريم اسر المصابين، لا ايمانا من سيادته وايمانا من الدوله ان هؤلاء الاسر قدمت ما اعز ما لديهم للوطن. فلا بد من ان احنا نرد الجميل، جزء من الجميل لهم، إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرد لهم الجميل بالكامل، هم أحياء عند الله شهداء. يعني حضرتك سيادة اللواء ذكرت نقطة مهمة جدا، فكرة التأثير الدراما المصرية علينا كشعب، احنا فعلا بنتأثر بالدراما المصرية جدا، لو في يعني سيرة شهيد زي ما تابعنا في الاختيار، يعني كنا متأثرين جدا يعني اللي احنا بنشوفه قدامنا او حاسين ان احنا شايفين المشاهد دي حقيقيه فعلا قدامنا. فكره كمان الـ يعني الاغاني الوطنيه، هل التاثير ده بيكون بشكل وقتي سياده اللواء، ولا يعني احنا يعني بنبقى منفعلين بالحدث او العمل الدرامي في ساعتها وبعد كده خلاص بننسى؟ لا يا فندم، هو الدوله حريصه على زياده الوعي. النهارده احنا معركتنا القادمه معركه الوعي. نعم. النهارده لو انا عندي وعي بما يجري بالامور وبتبصر لا إرهاب، لا مخالفات، إن أنا عارف الدولة ماشية إزاي والدنيا ماشية إزاي، أنا بوعيي وإدراكي أنا أعتبر حماية للدولة، لأن أنا بحافظ على مقدرات الدولة، لأن لما بعي بقيمة كل شيء في الدولة بحافظ عليه. فهذه الدراما دي بتظهر الجانب الخفي من الجماعات التي تظهر بثوب الكرامه والشرف وهم بعيدين عنها، وهم بعيدين عنها. نعم. ذلك ان ضباطنا عندهم ايمانا بالقضيه، لما بيواجه واحد بيواجهه بايمانه بالقضيه ان ده ان انا بحافظ على وطني، بحافظ على 100 مليون مواطن مصري، كويس؟ انا بضحي من اجل ان هم يعيشوا، يعني صحيح. ده راجل بيقدم حياته مقابل ان دول يعيشوا في سلام امنين. يعني كل ما هو القوى الناعمه برضك لابد ان تكون لها دور في
في زياده الوعي لدى الاخرين، اساتذه الجامعات، التعليم، الصحافه، كل وسائل الاعلام، لابد ان احنا نقوم بزياده الوعي لهؤلاء الشباب وكل الفئات المجتمعيه. صحيح. بحيث نحصل ان السجل الاجتماعي للبلاد يكون بقوه يواجه التحديات السافره التي تواجه البلاد من الداخل والخارج. نعم. فلا بد ان نواجهها بقوه النسيج من خلال زياده الوعي في كل مناحيه. صحيح. طيب احنا بنشوف كتير يعني في الشارع سياده اللواء مبادرات خيريه بتقوم بيها وزاره الداخليه، حضرتك بتشوف ازاي المبادرات دي؟ طبعا يا فندم، الشرطه تعيش مع المجتمع من بدايه مولده حتى حتفه. يعني احنا بنتعايش مع المواطن منذ استخراج شهاده الميلاد حتى الوفاه. فاحنا حاسين بالمجتمع بالكامل بكل جوارحه. كويس. تنفيذا لتوجهات السيد الرئيس الجمهوريه ان احنا لابد ان احنا نخف رفع المعاناه عن محدود الدخل، ان احنا بنجد ان احنا منافذ لمساعده اصحاب الدخول المتوسطه او الصغيره ان هي تعيش حياه كريمه. فنحن نقدر بننزل بمبادرات اجتماعيه، سواء نحن معك، عندنا منافذ في قطاع الشرطه حوالي 150 160 منفذ بتوزيع السلع الغذائيه، عندنا منافذ بتاع الادوات المدرسيه في بدايه العام الدراسي، عندنا رعايه الاسر المسجونين ورعايه اسر الشهداء. كل دي مبادرات اجتماعيه بتقوم بها الوزاره لحفظ النسيج الاجتماعي للدوله في كافه مناحيه. صحيح. طيب انا حابه اروح مع حضرتك كمان لنقطه يعني السجون، وبتبص العديد من الشائعات والاكاذيب انه السجون مش مهتمين بيها، مفيش اهتمام بشكل كافي، معامله سيئه، ازاي نقدر نرد على الاكاذيب دي؟ اولا نفهم اولا لازم تعرفي ان احنا الدوله اصبحت كل الدول اصبحت في عالم العولمه مكان ضيق، كل النار في النار. نعم. فدلوقتي النهارده السيد الرئيس امر بتوجيهات ان احنا تحول كافه المؤسسات العقابيه ديت الى مؤسسات اصلاحيه. مؤسسات اصلاحيه تتمشى مع حقوق الانسان بالكامل. فدلوقتي النهارده اتعملت في وادي النطرون صرح كبير جدا يعتبر اصلاح اجتماعي منتج للمخد العقوبه. لابد ان اعاده الفرد المعاقب الى الحياه الاجتماعيه مره اخرى بحياه سليمه بمعيشه جيده، توفير كافه الخدمات الصحيه والاجتماعيه والثقافيه بحيث ان هو يطلع ليس ناقما على المجتمع لكن راغبا في ان يعيش مع المجتمع مره اخرى، حتى يعني تغير مسمى مصلحه السجون الى قطاع الحمايه المدنيه. صحيح. يعني حمايه يعني الحمايه المجتمعيه، ان انا بحمي المجتمع من 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 انسان خرج عن المجتمع واتم اعادته مره اخرى الى الحياه مره اخرى. يعني نعم. ده ردا على القائلين بعدم حقوق الانسان. لا، النهارده الدوله بتبقى جاهده ان يعيش الانسان مواطن. الدوله النهارده لما بتقضي على العشوائيات في حد ذاتها، ما طبعا ده يعتبر حاجه، يعني ده قرار اجتماعي امني كبير من السيد رئيس الجمهوريه اللي هو القضاء على العشوائيات ديت اللي كانت منبع للارهاب. يعني نعم. فكل دي كل ده عشان الانسان يعيش حياه كريمه في هذه البلد ونتعايش سويا ويبقى نسيج اجتماعي قوي يواجه اي تحديات. صحيح. طيب خلينا ناخد من حضرتك سياده اللواء شعار يعني ممكن نلتف حوله في يعني احتفال زي اللي احنا فيه دلوقتي، احتفال عيد الشرطه الذكرى ال70 وكمان ثوره 25 يناير. يعني كلنا واحد، كلنا بلد، كلنا يد واحده، كلنا يد واحده، يد يعني احنا عاوزين بلدنا تفضل دائما وابدا في المقدمه بتكاتفنا خلف القياده السياسيه وان يخلص كل منا في عمله لكي نصل ببلدنا الى الهدف المنشود. نعم. طيب يعني كمان حضرتك تقول لنا كلمه بهذه المناسبه، وكمان وجه كلمه للشعب المصري عشان يعني
يلتف ويساند ويداعم الشرطة المصرية والجيش المصري أيضا؟ طبعا أنا بقول لأبناء شعبي، أبناء الشعب الأصيل، أن الشرطة والجيش هم حصن المجتمع. نعم. ولا بد أن ندعم ونشد من أزر هؤلاء الفئتين بكل ما نملكه من قوة معنوية ومساندة ومؤازرة وتقديم أعز ما لديهم لحصن هذا المجتمع. الشرطة حماية للمجتمع، الجيش حماية للدولة، كلنا واحد، كلنا واحد، ابننا أبناء شعب واحد، ما يصيبنا ما يصيب فرد منا يصيب الجميع. فلا بد ان احنا لازم نعرف جميعا ان شرطتنا وطنية كاملة، جيشنا قوي، احنا اقوياء بجيشنا وفي مواجهة كل الاعداء، وان شاء الله ربنا هينصر بلدنا بقوة ايماننا بقضيتنا وبقوة ايماننا ببلدنا. صحيح. ولا بد ان نكون خلف القيادة بقوة لإيماننا بما تقوم به من أعمال لصالح البلاد. طب سيادة اللواء، قبل ما أختم مع حضرتك، هل بتعتقد أن ثقافة المواطن المصري في مساندة الشرطة المصرية في التوقيت اللي احنا فيه ده ما قبل ثورة 25 يناير بقى مختلف؟ يعني بقى عندنا الثقافة دي، بقى عندنا الاهتمام ده، بقى عندنا كل الحب والدعم للشرطة المصرية؟ طبعا الحمد لله ده شيء ملموس جدا، لان طبعا اصبح شعار الشرطه الشرطه في خدمه الشعب. هذا القول فعلا بقى قولا وحقيقه، وان استراتيجيه وزاره الداخليه هي حسن معامله المواطنين واداء الخدمات بيسر وسهوله لكل من يتقدم للخدمه لتلقي الخدمه من اجهزه الوزاره المتنوعه. وان شرطتنا لازم الجميع يؤمن أن الشرطة تعمل لخدمة المواطن جميعا، كلنا بكل الشعب، يعني الشرطة جميع الأجهزة بتعمل جاهدة لخدمة وإرضاء الشعب، وده ضريبة تلك الأجهزة. فلا بد أن يتعاون الشعب مع أيضا مع هذه الأجهزة في أداء وظيفتها بالوجه الأكمل. صحيح. يعني لابد أن يكون تعاون مشترك ما بين أفراد الشعب للشرطة ومن أداء متميز من الشرطة لأبناء الشعب. صحيح. إنها كلنا في بوتقة واحدة وهي حفظ الوطن. يعني حضرتك زي ما ذكرت في مقدمة الفقرة إنه الشرطي ده شخص مننا، يعني الأب والأخ والصديق والدار. ابننا وصديق ابننا أخونا. حقيقة. يعني وما احنا من نسيج واحد كلنا يا فندم، كلنا نسيج واحد. انا سعدت يعني اتفضل يا فندم. سعدت جدا يعني وجود حضرتك معانا، وكل سنه وحضرتك طيب، وفخورين دايما بحضرتك. بشكر حضرتك جدا سياده اللواء اسامه طويل مساعد وزير الداخليه الاسبق، بشكر حضرتك على وجود حضرتك معانا. شكرا جدا. شكرا يا فندم وتسلم المشاهدين. شكرا لحضرتك، نورتنا سيادتك. كل سنة وطيبين جميعا، الشعب المصري جميعا، وكل أفراد الشرطة، قيادات وأفراد، كل سنة وطيبين، وبالتوفيق دوما بإذن الله لرقي الوطن وحفظه إن شاء الله. بشكر حضرتك جدا سيادة اللواء. مشاهدينا فقرتنا انتهت، وكمان حلقتنا انتهت. نشوفكم بكرة وحلقة جديدة، وصباحكم صباح النور.